أول شيء كم معادلة عندي؟ معادلة واحدة مش هيك؟ Number of equations بساوي واحد. عندي constant parameters. إحنا افترضنا هون rho constant, v constant, c constant. وحتى W اعتبرناها constant مش هيك؟ ثبتنا W اعتبرنا عم باخد أنا constant W. البروسيس variables إيش عندي process variables؟ طبعاً عندي T وهذا هو راح نستخدمه وإحنا controlled variable مظبوط؟ راح أعتبر إنه أنا بدي أتحكم بالcontrolled variable T فأنا هدفي أتحكم في درجة حرارة الليكويد. لكن عندنا كمان process variables TI مظبوط؟ وQ إيش كمان؟ كمان ندفع أوميغا أي WI ماشي أوكي بدك تعتبر WI بعدين راح نحطها إحنا بنعتبرها constant أو بنعتبرها disturbance. هلا إذا بدكم بإمكاني أشيل هاي من هون وأحطها W اللي هي نفسها WI وبعدين راح أعتبرها يا constant يا disturbance. هلا أنا راح أعمله راح نعتبر هاي constant راح أحطها هون صار عندي 3 process variables مثلا NV بيساوي 3 ان اي بيساوي 1 اذا عدد degrees of freedom قديش شو معنى هذا معنى انه في 2 variables ايش لازم اعملهم يا manipulated variables يا disturbances اللي هم مين هلا رح نعمل احنا q مثلا رح نعملها manipulated variable وراح افترض انه tn disturbance variable صار هون رح نعتبر انه Q هي الانبوت فصار كأنه الترانسفير فانكشن تبعت السيستم الموديل إلها رح يكون Q انبوت تي اي تي اوتبوت وتي اي ديستربنس دكتور انت الدبليو عملتها كونستنت يعني انت تقدر تتحكم يعني تدفق الفايت عندك انت ثابت صح؟ اللي داخل ثابت واللي طالع ثابت هلا اذا بدك بامكانك تغير هذا بامكاني اجي اقول لا هاي رح انزلها هون رح احط W هون يصير عندي 4 process variables مظبوط راح يصير عندي n v 4 راح يصير عندي 4 ناقص 1 3 راح يضل عندي t هو ال controlled variable وصار عندي هلا 3 بدك تحط هاي disturbance variable بصير هلا ممكن كمان ناخذها بطريقه مختلفه ونفكر فيها بطريقه مختلفه اذا بدكم هل بقدر اقول انه انا عندي بقدر اعتبر للبروسيس هاي 3 inputs و 3 inputs انا اتحكم فيهم يعني هل انا بقدر اتحكم ب تي ان؟ بقدر بقدر اتحكم في دبليو؟ بقدر وبقدر اتحكم ب كيو وبيطلع معي الاوتبوت تي اذا ممكن انا اطلع ترانسفير فانكشن مش ترانسفير فانكشن ايش لازم تكون لها 3 inputs 1 output ستيت سبيس موديل بس يعني صفت غير ما لهاش معنى ما لها معنى يعني انا قاعد بلعب في بارامترز كثير على الهاي لكن نظريا انا بقول ممكن اني اقول اني اعتبر هدول الثلاثه هم مانيبيوليتد فيربلز بس بالكلاسيكال كنترول عم ضلنا نحكي عن ترانسفير فانكشن مظبوط فبنفضل انه يكون عندي 1 سنجل انبوت سنجل اوتبوت بس ما في شيء بمنعني اعتبرهم 3 انبوتس 3 انبوت مانيبيوليتد فيربلز اغير الثلاث مانيبيوليتد فيربلز بس ما بقدر اكثر من واحد اوتبوت ليش؟ أنا عندي إيكويشن واحدة الأوتبوت اللي أنا بتحكم فيه من هون